السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سنيورة، سابت المحل وراحت فين؟ كنت بوصل طلبات لزبونة، فيها حاجة دي؟ فيها، المفروض يبقى فيها ألمونيا، ولا هي التوصيلة بقت بالمجان دلوقتي؟ خش يا بنتي، خش غيري هدومك وتعالي كل لك لقمة، يلا. خد السندوتش ده ينور. لا يا حبيبتي، أنا هخش أغير عشان عندي شغل في المحل بالليل. ألا أنت مرتاحة في الشغلانة دي يا نورة؟ أهو كله أكل عيش يا جوز أمي. يعني أنا بقول يعني لو عايزة شغلانة تانية أنا ممكن أكلم صاحبي مقاول الأنفار حبيبي يشوف لك شغلانة كده، يعمل لك نصبة شاي وقهوة تاكلي من وراها الشاهد، وهو تبقي تحت عيني برضك. أنا لا بعرف أعمل شاي ولا بعرف أعمل قهوة ولا بفهم في حاجة غير في اللبس الحريمي، وأنت عارف كده كويس. يا نورة، عمك عايز يريحك. يشيلني من نفوخه بس وهو يريحني ياما. بشوقك، انا كنت عايز اجيب لك قرشين زياده. لا مستوره والحمد لله، متشكرين. خدي تعالي هنا بنت عبير عايزاكي. بالاذن. باذنك معاك يا حلو. ما ترفصي يا دي الحجر هدي. الله يا بقى الشغل خلص. اتك الغم حي الفقري. اقعدي. ما رحتش المدرسه ليه؟ راحت عليا نوم. يا دي النوم وسنينه السودة بنت عبير، انت عارفه لو غبتي عن المدرسه تاني يا بت وحياه مصحف ربنا ما هديكي ولا ملدي. وانا مالي، محدش صحاني، هقطع نفسي. يا بت المدرسه هي اللي هتنفعك يا بت، ولا انت عايز تخيبي خيبتي؟ انا ما بحبش المدرسه دي. لا تحبيها روح امك، تحبيها بالعافيه، فاهمه؟ طيب هتبقى 5 جنيه اجيب جلاد للكتب. هديكي بس اياكي تغيبي تاني، فاهمه؟ اياكي. 5 زياده بقى لزوم الحلويات. حلويات؟ ماشي يا حلويات. خد. مين؟ تسلمي. انا سيد. خش يا سيد. اوعي يا بنت تغيبي تاني، اوعي. حاضر. ما تخش، انت مكسوف. انت لسه ما لبستيش؟ يا عم خش يا عم، انت هتتكسف مني. ها؟ انا قلت لهم اللي انت قلته لهولي. جدع. والراجل قال لك ايه؟ قلت له بس ما كانش مصدق. سيبك منه وسيبك من الحكايه دي كلها. نورة، انا خايف عليكي. ما تلسيني على الموضوع عشان ابقى واقف معاكي لو حصل حاجه. سيد، انا عارفه انك بتحبني، وانا كمان والله بحبك يا ولد. اي نعم، انا ما بطقش ابوك اللي متلقح بره ده، بس انت حاجه تانية يا ولد. ما تخافش عليا، انا كويس. في حاجه يا سيد؟ مفيش. مالك يا واد متسمر كده ليه؟ مفيش. طب يلا اتكل على الله، يلا.